الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أصل الديانات السماوية كلها واحد، وهي من عند الله، ولذلك سميت ديانات سماوية. يذكر الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله إنزال التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، ويبين أن فيها الهداية والنور الكاشف للشبهات، الموضح للمشكلات في زمانهم على حسب أوضاعهم وأحوالهم، لأن الله تبارك وتعالى يحكم العباد لا بقصد مصلحته، حاشا له سبحانه وتعالى، هو غني عن العالمين، إنما يفعل ذلك المتسلطون المتألهون من البشر. الله يحكم العباد بما يحقق مصالحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، فهو ينزل ربنا تبارك وتعالى من التشريعات على حسب مقتضى أحوال البشر والأقوام. فبعد أن يحدثنا الله تبارك وتعالى عن إنزال التوراة على موسى، يخاطب يهود بني إسرائيل فيقول لهم: فلا تخشوا الناس واخشوني، والخشية هي أشد من الخوف. تقول العرب: شجرة خشية أي يابسة. فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني لا تأكلوا الدنيا بالدين كما يفعل بعض المسلمين اليوم، اتخذ الدين مصيدة حتى يأخذ أموال الناس. هذا ليس دينا أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. هذا ما يسمى في العرف الإسلامي القصاص، المقاصح على حسب جرم الإنسان يقتص منه بمثل ما فعل. فمن تصدق يعني أعفى، أطلق، ما أخذ قصاصه من القاتل أو من الجارح أو من الظالم، وترك الأمر لله أو سامح، فهو كفارة له، أي كفارة لولي المقتول إذا هو الذي تنازل عن حقه، وللمجروح إن كان هو الذي تنازل عن حقه. ثم تختم الآية بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الظلم في العرف القرآني الشرك، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. إذا من اتخذ غير حكم الله فهو ظالم، يعني مشرك، نسأل الله العافية. هنا أيها الإخوة نلاحظ، قد يقول قائل إن هذه الآية تتحدث عن اليهود، نعم تتحدث عن اليهود، ولكن نص قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون عام، والعبرة بعموم النص. والفقهاء قالوا: شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله ورسوله علينا. الله عندما يقول لنا السن بالسن، العين بالعين، الأذن بالأذن، أكذا، بعدين يقول: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فعندنا أيضا في شرعنا شرع الله لنا أن من كسر لإنسان سنا يكسر سنه، من قلع عينا تقلع عينه، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض يقتل. فإذا ما قصه الله علينا هو شرع لنا. وآخر الآية العام: ولو لم يقص علينا الله أشياء هي من شرعنا أو كانت شرعا لنا، عندما يقول ربنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إذا الحكم بغير حكم الله شرك، لأنه يعتبر أن هناك إلهين يطاعوا، الله أو ترك طاعة الله وحكم بغير ما أنزل الله. ثم يقول سبحانه وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين الذين يتقون الله. إخوتي، الإنجيل يغلب عليها التوجيه والوعظ والإرشاد والتذكير بالله والتذكير بالمسؤولية بين يدي الله حتى يستسلم الإنسان لله. وقليل من الأحكام التشريعية، إنما تشريعهم يأخذونه من التوراة. تشريع التوراة نفسه، جاء سيدنا عيسى عليه السلام، أرسله الله ليهذب النفوس فتحتكم للتوراة بشكل صحيح، لأنه وصل بهم الأمر
أن يتحايلوا على الدين، يعتبرون أنفسهم أنهم متدينون ومتمسكون بالتوراة التي أنزلت على بني إسرائيل، وبني إسرائيل والعياذ بالله تعالى يتحايلون عليها ولا يطيعونها. مثل ما ذكر لنا القرآن قصة أصحاب السبت، عندما كان تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فشلون دي احتالوا على شرع الله؟ فجاءوا وحفروا حفر كبيرة تأتي الحيتان يوم السبت، يغلقون عليها هذه الحفر فتبقى في الحفر ويأخذونها يوم الأحد، إننا ما اصطادوا يوم السبت. طيب مين حبسها يوم السبت؟ هذا يعتبرون أن هذا يعني جائز وهم يطبقون الدين، فغلظت قلوبهم وأصبحوا يتحايلون على شرع الله لأنهم لا يريدون تطبيقه، فأرسل الله إليهم سيدنا عيسى عليه السلام لتتعظ قلوبهم وليرجعون إلى الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فأيد الله النصارى على بني إسرائيل وخسئ بنو إسرائيل لأنهم تركوا الحكم بما أنزل الله وكفروا بنبيين، هو عيسى عليه السلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أيضا في جزيرة العرب. ثم يقول سبحانه وتعالى ويبين الغاية من إنزال الإنجيل هو أن يحتكم الناس يتعظون ويرجعون إلى حكم الله، فيقول سبحانه وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الفسق الخروج، فسقت الدابة أي خرجت عن الطريق، أولئك هم الفاسقون أي الفاسق الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى. وتبين الآيات أن هناك دوافع للخروج عن حكم الله، ونستطيع أن نلخص هذه الدوافع بحسب ما ذكرت الآيات، الكافرون، الظالمون، الفاسقون، نستطيع أن نلخصها بثلاث دوافع. الدافع الأول أو الباعث الأول للناس على الكفر بمستويات، السبب ترك حكم الله هو الكفر بمستوياته المختلفة. ما هي مستويات المختلفة؟ هناك من الناس من ينكر وجود الله نهائيا، وهؤلاء قلة، وسبب إنكارهم لوجود الله حتى لا يقول لهم إنسان الله خالق الكون بدك تطيعه ما بتطيعه بقول لك ما في الله خلاص بسكتك، وهؤلاء قلة وهم يعتقدون بوجود الله ولو أنكروا وجود الله. والدليل على ذلك أنني التقيت في الطائرة بشخص في الطرف الآخر المقابل اليسار، أنا باليمين، فكان يناقش صاحبه ويجادله ويقول له ما في الله ما في الله ما في الله، وإذا به هوت الطائرة بنا، فصار قبل غيره صيح يا الله يا الله انقذنا يا الله. وين هذا الله؟ كان خبا موجود في قلبه واستيقرتها أنفسهم، ولكن هو ينكر حتى ما يقول له جاره أنه يا أخي بطيع الخالق ما بطيع المخلوق ما بطيع الخالق فينكر. فإذا الباعث على الكفر وعلى الشرك هو إنكار الله بالمرة فيطيع غيره، والباعث أيضا ومن مستويات الكفر أيضا المختلفة الشك، قد يشك في حكم الله أنه هذا حكم الله ولا غيره، مع أنه جاءت الأدلة تدل على أن هذا هو حكم الله، وأيد النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي بمعجزات تدل على أنه من عند الله، أو رفض طاعة الله عتوا وتكبرا استكبارا، يطيع إنسانه من أجل شهوته ولا يريد أن يطيع الله تبارك وتعالى، لا نقول له حرام حلال. فهذا باعث أول للناس على الكفر. الباعث الثاني الظلم، هو لا يريد حكم الله لأنه يريد أن يظلم غيره، يتسلط على ماله أو على عرضه أو على كذا أو على حق من حقوقه، فهو إذا اعتقد بهذا الدين وطاع حكم الله لا يستطيع أن يتسلط، ولذلك لا يريد حكم الله، فهذا باعث يبعث بعض الكفار على رفض حكم الله تبارك وتعالى، وقد يرفض بعضهم حكم الله ويظن نفسه أنه مسلما، مثل ما نسمع في الأخبار مثلا عن مصر أو عن غيرها، يقاتلون الناس ما بدنا نصير قيوة ما بدنا الحكم ما بدنا النظام، وبيعتبر حاله مسلم هو، وربما يكون بعضهم يصلي وهو لا يدري أنه كافر عندما يرفض الدعوة إلى طاعة الله وطاعة حكمه سبحانه وتعالى. الباعث الثالث الفسق، الفسق الخروج عن أمر الله. لماذا يخرج عن حكم الله بعض الناس؟ من أجل اتباع أهوائهم وشهواتهم. فعندما يندفع الإنسان وراء شهوته اندفاعا زائدا عن الحد، الشهوة الله وضعها الله لتحقق غاية، الشهوة للطعام من أجل أن نأكل ونتلذذ ونتمتع
يقوم جسمنا بالصحة الجيدة، ولكن ليس الشهوة التي وضعها الله للطعام لنأخذ أموال الناس بالباطل ونترك حكم الله فنأكل ما حرم، هذا يضر بنا. إذن الشهوات الزائدة في الغرائز عن حدودها الطبيعية هي دافع من الدوافع وباعث من البواعث للبشر أن ينكروا ما أنزل الله ويخرجوا عن حكم الله تبارك وتعالى. ولذلك الآيات جاءت التي تحدثنا عن الأقوام السابقة أهل الكتاب أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أي المشركون الذين يريدون أن يطيعوا غير الله معه لإنكارهم الله أو لأنهم يريدون طاعة المخلوق وترك طاعة الخالق. الثانية تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك أول وحدة الكافرون الذين كفروا بسبب من أسباب الكفر، ثاني وحدة الظالمون يعني المشركون، ثالث وحدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فدين الله تبارك وتعالى أصله واحد، كله يرجع إلى لا إله إلا الله، أي لا طاعة إلا لله، لا حكم إلا حكم الله، لا خضوع إلا لله، هذا أصل الأديان السماوية كلها. أما تفصيلات الأديان من حيث القصاص ومن حيث المواعظ ومن حيث الإرشاد ومن حيث التوجه إلى بعض الأحكام وترك بعض الأحكام، هذا ينزله الله حسب مصالح العباد. وعندما نقول حسب مصالح العباد نقول هذا لمن يستعمل عقله، الله خالق الكائنات وخالق العباد لا يعرف مصلحتهم، وواحد من البشر من الطواغيت الذي يريد أن يتسلط على العباد يعرف مصلحتهم، هذا بعينه خروج عن العقل والمنطق. فالأديان السماوية جاءت موافقة للعقل والمنطق، جاءت بتوحيد الله، جاءت بشيء واحد، وكلها من عند الله، وكل نبي أنزل عليه كتاب أيده الله بمعجزات لتدل أنه مرسل من عند الله ولا يفتري على الناس ولا يسلط عليهم نبيا رجلا منهم. وتأتي الآيات بعد ذلك لتبين لنا وضع محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من ربه، فيقول سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب يا محمد بالحق مصدقا لما بين يديه، نتم هذا بالنسبة لما أنزل علينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حلقة قادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.